قد يكون هناك محبين لفصل الشتاء متمنين أن تكون جميع فصول السنة هو شتاء، ولكن هناك من يتمنى غير ذلك، فأصحاب البسطات البسيطة هم من أكثر الفئات المتضررة اقتصاديا في فصل الشتاء. ويا دوب يعني كل واحد في اليوم بيبيع له 100 شيكل 150 شيكل، يعني مش مكفي أغراض الدار يعني يجيبها. الطقس اللي إجا خرب على كل أهل الخليل وخرب على البضاعة، وفيش ناس تشتري منه. فتلف البضاعة يضع البائع في مأزق يصعب الخروج منه، ليبقيه حائرا ما بين رمي البضاعة التالفة وما بين التفكير في كيفية سداد باقي قيمة تلك البضاعة التي لم يحوز على أي أرباح منها. الهواء شدة الرياح بتضر البضاعة، يعني بتطايره، الوسخ بتوسخ البضاعة طبعا بتتضرر. المنخفض الجوي بأثر على تجار الملابس أو تجار هاي، بأثر كثير من ناحية اقتصادية ومن ناحية السقعة. أول الأخير عندي شكات، عندي دفع للتجار الكبار، عندي بدي أكل بدي أشرب بدي ألبس. فالوضع الاقتصادي لدى هؤلاء البائعين يزداد سوءا وتردي في فصل الشتاء، ناهيك عن تراكم الديون وعدم المقدرة على شراء بضاعة أخرى، وأيضا عدم المقدرة على التصرف بالبضاعة المتبقية التي يعد جزء كبير منها تالف وغير صالح للاستعمال. البرد بيتلف، يعني البضائع زي خضروات وأشياء زي ممكن يأثر فيها لعدم تخرب تعفن وتأثر على جميع، يعني منتجاتي منتجات تخرب وخلص على الكباب. متأسف التجار انه في زي الحلويات زي اي شيء في البرد بيخرب وبكب، يعني اقتصاديا بيأثر، معنويا وماديا كثير اشياء بيأثر في زي هيك. كان نصيب اصحاب البسطات من الحالة الجوية اليوم بالخليل هو التضييق عليهم بالحد من حركتهم، مما ادوا الى خفض سعر بضاعتهم وشلل حركتهم التجارية. لقسم الاعلام جامعة الخليل حسنة بسيط.